واحد بقى برضه يعني كان فيرود وبقى يعني كابتن مصر، كابتن النادي الاهلي، كابتن مصطفى يونس كان فيرود طبعا. وبعد كده طبعا ده يعني كان بقى مكسب مميز كبير. الجزئيه دي في الحته اللي انت مصطفى بتتكلم هو اللي عليه. طور لنا الحته مصطفى دي. مساء الخير عليك كابتن. ايوه ازيك حبيبي ازيك يا كابتن، منور طبعا. وكابتن ماهر همام يا كابتن مصطفى، سلم عليك كتير. كل سنه وانت طيب يا كابتن. انا بفكر يا ماهر انا وانت نركب الطياره الصبح نروح نلعب الماتش ده. حبيبي حبيبي بص لسه بقول لمحمد قلت له محدش طور كابتن كبار يا كابتن، ده انت محدش طور الحته دي كابتن مصطفى يونس. بقول لك ايه، كنا بنتصايف انا وانت في الماتشات دي. طبعا ده انتوا جابوا لنا كاس افريقيا من اول ماتش يا كابتن، على طول على طول. بقول لفاروق يا كابتن مصطفى، بقول له كابتن مصطفى يونس اللي طور الحته بتاعت قلب الدفاع والليبرو دي، زمان كانت بتعتمد على قوه بس كان عشان كابتن مصطفى كان فيرود اصلا. برافو عليك عشان القدرات اللي هي برافو عليك الحساسيه بتاعت اللعيب. جاب يا يعني بد منيع وذراع يمين وشمال وفوق وتحت كل حاجه الحقيقه. الله يخليك يا المنظومه كلها، ما هو طبعا ما هي القصه مش قصه مدافعين ونص ملعب، القصه قصه منظومه متكامله في الملعب. هي دي اللي بتفرق. وانت عارف كنا ازاي بنواجه اللي قدامنا وازاي يمسكه وازاي يرحله وازاي يقابله وزي عطاب وكل الكلام ده في الكوره يا ماهر. انت عارف طيب كابتن مصطفى، يمكن انت قلت دلوقتي حالا الماتشات دي كنا بنتصيد فيها. المطلوب بكره من لعيب النادي الاهلي عشان يرجعوا لنا بثلاث نقاط، وخصوصا ان احنا المباراه الاولى تعادل واحنا محتاجين نتيجه ايجابيه عشان نرجع مره اخرى ل يعني منافسه في المجموعه بشكل كبير. انا قبل ما اتكلم في الموضوع ده يا محمد، عايز اقول للناس جمهور النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي مش بماتش خسره او ماتش كسبه، النادي الاهلي منظومه والكوره لازم يعرفوا انها مكسب وخساره. النهارده انت كويس بكره مش كويس، انك هتكسب على طول ولا هتخسر على طول. صحيح. انا يعني مستغرب من الحمله اللي على حسام البدري دي. عشان ايه يعني؟ عشان خسرنا ماتش؟ طبيعي يعني احسب كده، احسب التوتال ما تحسبش بالماتش. احسب السنه جاب كام جول ودخل في كام جول وجاب وضرب كام ماتش وكسب كام ماتش وتعادل كام ماتش. هي بتتحسب كده، حسب مش بتحسب بالماتش. يعني ما تيجي تقول لي بتغلب الزمالك ولا تاخد الدوري، يقول لك لا انا بتغلب من الزمالك واخد الدوري. لان ده التاريخ، ده اللي بيتحسب يعني. كلام مظبوط يا كابتن. صحيح. صحيح. لكن عايزين نتكلم ماتش بكره. ماتش بكره مهم جدا. حته القلب دي بقت مشكله بالنسبه لنا، وبقت عدم ثقه الجماهير والناس. لكن كل ماتش له ظروف، لازم نعرف كده. والنادي الاهلي عودنا دائما، يمكن ثلاث سنين مبادئ بعد ماتش الزمالك، لكن احنا كلنا ثقه في لعبتنا، كلنا ثقه في جهازنا الفني ان يرجعوا لنا بنتيجه ايجابيه. مطلوب من اللعيبه كابتن يعني المطلوب يا كابتن بكره يلعب اي ماتش بره جوه كان 50% الاول. صحيح. باسمه وشعبيته وقوته وتاريخه وحاجات كل دوت بيتمثل في اسم النادي الاهلي وسط نجوم كبار من لعيبه النادي الاهلي. لكن الاختيار مهم جدا للعيبه، التغيير مهم جدا للعيبه، القراءه للملعب مهمه جدا لحسام البدري. على اساس ايه؟ وده ان انت بتبني عليه شغلك. ان انت بتبني عليه شغلك. احنا بكره مش عايزين فرصه تضيع عشان نرجع بالثلاث جول. صحيح. مش عايزين فرصه تضيع بكره. النقطه الثانيه ما يجيش من جول، لازم اقلل نفسي كول قوي قوي قوي. ومعاك واحد من اعظم المدافعين اللي في مصر يا محمد. اكثر وقت لازم تمسك فيه وانت بتهاجم. صحيح. يعني كانت التعليمات كده يا ماهر جنبك ولا قدامك. يعني اكثر وقت انت بتهاجم فيه انت لازم تدافع. تبقى حذر جدا يا كابتن طبعا، تبقى حذر بشكل كبير. ما انت يعني دوري المجموعات ده بقى صعب جدا بعد شكله الجديد في البطوله، بتقابل فرق قويه. لكن كابتن مصطفى خليني اقول لك، بكره انت بتلعب ارض، بتلعب جمهور، بتلعب رطوبه موجوده، التعامل مع المباريات اللي زي كده ما كنت اكيد الجو كان موجود بنفس الطريقه، بتعملوا ايه يا كابتن؟ او المطلوب من بكره من اللعيبه من وجهه نظرك ونصيحتهم يعني؟ الرطوبه العاليه دي المفروض الكره اللي تلعب مش انت اللي تلعب، الكره اللي بتتحرك كتير وتوفر مجهودك لكل وقت، لازم تلعب في 30 40 ياردة، ما تجيبش عن كده، لازم تلعب من على راس الدايره من قدام، يبقى بتتحرك كل لعيب بيتحرك في 20 30 متر. ما ينفعش تتحرك في 60 70 80 متر عشان تجيب زيت بعد كده. كل ده بعدين المطلوب اللمسه ولعبه، واللمسه من مره واحده، واللعب الطولي مش العرضي. واللعب الطولي مش العرضي، استغلال الفرص، الزياده العدديه في الهجوم، وازاي اعرف اقفل ملعبي وانا بهاجم. كل دي حاجات اساسيه في الموضوع. الحته الثانيه المهمه ان احنا الترسيم بقى الماتشين اللي فاتوا، الترسيم ما بقاش يعني لهم تقل في الملعب. ارجو ان الماتش اللي جاي تبقى البدايه لترسيم الملعب،
لكن كل وقت وليه اجندة وكل ماتش للاخر. صحيح. لكن ماتش بكره مهم، مش عايز اقول عدد الثقه، الحمد لله اللي عرفنا الثقه منطقه عاليه، جهازنا الفني، احنا كاولاد النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، وزي ما قلت ان احنا ما نتعاملش بالقطع، احنا نتعامل بالموسم. صحيح. واحنا الافضل بكل المقاييس والمعايير. احنا الافضل. فبالتالي الهدوء مرفوض جدا، المزبط مش مرفوض نهائي. الخوف مش مرفوض نهائي. كل دوت عناصر تكسبنا الماتش بكره باذن الله. كابتن مصطفى يونس لو يقول لي تشكيل كده لفريق الاهلي بكره. انت عارف يا حته، انا فاروق، انا تحت التشكيل دي المفروض اللي عارف الكلام ده حسام. حسام هو الاجهز مين والاصلح للمباراه ده مين؟ اكيد اكيد. لكن انت عندك خطوط رئيسيه. صحيح. في الملعب يعني. لكن انت عندك بس ازارو وفارق، خلينا نعترف. ازارو اجايه يا كابتن مش فارق؟ كل ما هياخد ماتشات كل ما هيجي ان شاء الله باذن الله. اجايه كابتن واصابته برضه مش يعني بتشوفها ازاي برضه في انا فرده. والله انا شايف كريم نيتفيد لو خد هيبقى هيرجع كريم نيتفيد اللي هيروح منتخب مصر. وافتكر الجمله دي يا جماعه، اكثر حاجه تتعب اللعيبه انك انت ما يبقاش عندك ثقه في نفسك. لما يبقى الجهاز الفني ما عندوش ثقه فيه. لا هو كابتن حسام عنده ثقه كبيره في كريم، هو لعيب كويس طبعا. اي 11، وبعدين مش عايزين نغير المفهوم بتاعتنا يا فاروق. ال 11 الاهلي زمان حضر. صحيح. مش مهم مين، وعندنا تجارب كتير قوي. مش مره وخلاص، عندنا تجارب كتير قوي قوي قوي، وعندنا تجارب. احنا في الفوز كنا بنطلع، يعني احنا ماهر جنبك كنا تعبتنا نكسب دوري عام والاسبوع اللي بعدين نطلع نكسب. اللي يكسب يا كابتن البطولات افريقيه خارج ارضه يعرف يعني ايه قيمه الاهلي، سواء بقى في الترجي او في غانا في كوتوكو. لازم يكسب بره قبل كده. صحيح صحيح يا كابتن. يعني اللي عايز يبقى بطل لازم يكسب بره قبل كده. صحيح. انا ده رايي الشخصي يعني. ان شاء الله يا كابتن يبقى بكره مباراه مميزه ويعودوا بالثلاث نقاط يعني، وتفرق معانا في ترتيبنا في المجموعه. ان شاء الله يسعد بكره بلاعبته وبناديه ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا كابتن مصطفى، وسعيد جدا بوجودك معانا طبعا كابتن ماهر. كل سنه وانت طيب يا مصطفى. سعيد جدا بيك، كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك يا كابتن. امين، رمضان كريم علينا وعلى امين ان شاء الله. شعب مصر وجيشنا وصفوفنا ان شاء الله. اشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا كابتن مصطفى يونس، طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي، كان بيرفع كاس افريقيا طبعاً. يعني اللقطه كانت جميله واستمرت بشكل كبير لما لغايه حتى الان طبعا.